تنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك أماني. يعني بعد يوم أمس يعني كانت هناك بعض المعطيات التي تعاطت فيها الأسواق لا سيما يعني القارة العجوز بشكل إيجابي تحسبا للشتاء القادم، تحدثنا عن بعض التباين أيضا في أداء اليورو، كيف تقيمين بعد هذا اليوم حالة الأسواق المالية للعملات تحديدا؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن أهم التقلبات التي عانت منها الأسواق العالمية منذ بداية تداولات الأسبوع وبالأخص بالأمس بعدما تراجع مؤشر الدولار بقوة ليصل لمستويات 109، مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة الدولار مقابل 6 عملات رئيسية عاد لأدنى مستوياته منذ سبتمبر الماضي. يأتي هذا في الوقت طبعا الذي تترقب فيه الأسواق بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستكون الفيصل بالفعل في مسار الفائدة الأمريكية الفترة المقبلة. نحن نتحدث عن بيانات التضخم الأمريكية المترقب أو المرتقب صدورها يوم الخميس المقبل. أغلب التوقعات الآن تدعم احتمالات تباطؤ وتيرة التضخم، وبالتالي بدأت الأسواق تسعر نوعا ما احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس وليس 75 نقطة أساس، ولكن استمرار التشتت الواضح ما بين تباين أداء السياسة النقدية بالنسبة للفدرالي الأمريكي الفترة المقبلة هو الأمر الذي يتسبب في عمليات جني أرباح قوية على الدولار الأمريكي، خاصة طبعا مع يعني الترقب للانتخابات النصف سنوية في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمجلس النواب والشيوخ، الأمر الذي تسبب نوعا ما في عودة ارتفاعات أغلب العملات الرئيسية مقابل الدولار مثل اليورو الذي عاد ليتداول من جديد أعلى مستويات الدولار. عندما نتحدث إذن عن أداء اليورو وأيضا يعني لا نغفل موضوع التوترات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الأوروبية، فبالتالي هل يلقى اليورو بعض الدعم مقابل هذا الضغط أو المرحلة الحرجة التي يعني يمر بها الدولار قبيل الانتخابات أو حتى بيانات التضخم وغيرها؟ بالرغم من عودة اليورو من جديد المستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي، ولكن هذا الأمر يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاعات الدولار الأمريكي وليس تعافي اليورو، فمنطقة اليورو لا تزال تعاني من العديد من الضغوطات سواء بانكماش أغلب القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو، التوترات طبعا الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا باعتبار أن روسيا أكبر شريك تجاري بالنسبة لمنطقة أوروبا، وأيضا نقص إمدادات الطاقة والعقوبات التي فرضها يعني الاتحاد الاوروبي على روسيا، وبالتالي كل تلك العوامل تتسبب نوعا ما في مخاوف ركود اقتصادي بالنسبه لمنطقه اليورو. وبالرغم من على الجانب الاخر ان معدلات التضخم في المنطقه تواصل ارتفاعها لتسجيل مستويات قياسيه جديده منذ نشاه المنطقه، وهو الامر الذي يتسبب في زياده الضغوطات طبعا على البنك المركزي الاوروبي في تجديد السياسه النقديه. نحن نتحدث عن مرتين متتاليين رفع فيهم البنك المركزي الاوروبي الفائده بواقع 75 نقطه اساس، والمرة الثالثة على التوالي بعدما رفع في وقت سابق بواقع نصف نقطة مئوية، وبالتالي بالرغم من الضغوطات التي يعاني منها اقتصاد المنطقة طبعا لا يزال بنك المركز الأوروبي يستمر في وتيرة التشديد النقدي، وهو أيضا الذي يضغط على تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي في الفترة المقبلة، وبالتالي يعني الوضع الاقتصادي بالنسبة للمنطقة تتسبب في زيادة الضغوطات على منطقة اليورو أو على تداولات اليورو مقابل أغلب العملات الرئيسية، ولكنه ليتلقى بعض الدعم نوعا ما مع تراجعات الدولار الأمريكي. عندما نتحدث إذن عن يعني رفع أسعار الفائدة، هل تتوقعين أنه يعني البنك المركزي الأوروبي سيكون يعني متنبه لهذا الموضوع، وهل سيكون برفع الفائدة تيمنا بالاتحاد الفيدرالي؟ طبعا البنك المركزي الاوروبي بالرغم من رفع الفائده 3 مرات متتاليه، ولكن في كل اجتماع عقب رفع الفائده يقوم او تقوم تصريحات البنك محافظ البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد لتؤكد على استمرار الضغوطات على اقتصاد المنطقه، ولكنها لا تجد مفر او البنك لا يجد مفر امام استمرار ارتفاع الاسعار الا برفع الفائده، وان كان لهذا الامر تداعيات سلبيه على الاقتصاد الاوروبي، وبالتالي اذا وجد اي ملامح على ان الفيدرالي الامريكي ينجح في السيطره على معدلات التضخم وان البنوك المركزيه الاخرى تنجح في السيطره على معدل ارتفاع الاسعار،
سنرى أن عام 2023 قد يبدأ البنوك المركزية في تخفيف وتيرة التشديد النقدي، لأن أصلا العالم الآن يعاني من تباطؤ نمو اقتصاد واضح ومخاوف الركود التي أصبحت تلوح في الأفق، ولكن بالتالي يعني ننتظر المستثمرين أي ملامح على سيطرة البنوك المركزية على معدلات التضخم لتبدأ الأسواق في التأهب من جديد لوتيرة أقل بالنسبة للسياسة النقدية وتخفيف وتيرة التشديد النقدي. يعني برأيك هل هناك سيكون حالة من يعني التأقلم مع بيانات التضخم لا سيما في القارة الأوروبية بشكل أكثر، وهذا حسب يعني مراقبين بشكل عام؟ بالنسبة يعني وتيرة رفع الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، على الأقل قد يعني يستمر البنك لفترة من الوقت على المدى القصير، كما أشارت كريستين لاجارد في تصريحاتها الأخيرة أنها يعني لا تجد مفر أمام استمرار ارتفاع الأسعار إلا بتجديد وتيرة السياسة النقدية. وبالتالي لو وجدنا الفترة المقبلة أن بيانات التضخم يعني تواصل ارتفاعها، فقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تسريع وتيرة رفع الفائدة. على الجانب الآخر، لو بالفعل بدأت بيانات التضخم الأمريكية في هذا الأمر، وكذلك بالنسبة لمنطقة الأوروبي. شكرا لك محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد.